صباح الخير، انا هو مفتاح الفني الصباح لشركة وينزر بروكر. هذا ماركو كريم مجدي، يوم 10 اغسطس 2022، وهنتكلم مع بعض الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. دولات محايدة مؤشر داو جونز مايلة للأداء السلبي، وده راجع أكيد في المقام الأول انتظار وترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية، والتي قد تبدأ في ظهور من اليوم، والتي قد تدفع مجلس الحصار الاتحادي إلى مزيد من التجديد لمساعيه لكبح التضخم. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة اليوم. هيكون في انتظار بيان هام ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، متوقع ليه 5%، والشهر الماضي كان 7%. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، وذلك هننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا على الشارت، الأداء العرضي المائل للأداء السلبي، ومستوى طبعا على مستوى كل المؤشرات مبدأ إشارات سلبية. زي ما واضح، أداء سلبي على الـ EMA، أداء سلبي على الـ Plat Trend، على الـ Stochastic، على الـ SAR، تقاطع المتوسطات سعر الأسفل، ثبات سعر اسفلهم، كل ده طبعا ضغط عليه، على الرغم من وجوده اعلى نقطه المحوريه 32500، ولكن ما زال مضغوط عليه، وذلك هننتظر كسر ال 115 لتاكيد الاشاره. هيكون مجال مفتوح وراها ال 775 وراها 315، مره ثانيه كسر ال 115 وراها ال 775 وراها ال 315. السيناريو الاخر المعاكس يتحقق بكسر ال 33.95 علشان يروح لل 500 وراها ال 930. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.